سي فتحي جمال، مدرب سابق للمنتخب الوطني المغربي والإطار الوطني، مرحبا بك مباشرة على موقع البطولة .com من جوهانسبرغ. سي فتحي جمال، الجمهور المغربي يتساءل المهام ديالك هنا رفقة الطاقم الفني، رفقة المنتخب الوطني المغربي قبل انطلاق وفي نهائيات كأس أمم إفريقيا. كنشكركم على هذه الاستضافة هذه، وبالنسبة للمهام ديالي فهي محددة، كتلخص في تحاليل ديال المقابلات ديال الفريق الوطني وديال الخصوم ديال الفريق الوطني. التحاليل فيها دي رابور اللي كيتعطاو مكتوبين، إضافة إلى توسكي أناليتيك، يعني تحاليل بالفيديو. هنا كتكمن لا ميسيون ديالي داخل الفريق الوطني. غير الإشارة، فأنا بعيد بزاف من الفريق الوطني، عندي تواصل مباشر مع الناخب الوطني، وكنعمل على حسب المتطلبات ديالو، داكشي اللي بغا كنوجدوه ليه. كاين حوايج اللي كتوجد سيستيماتيكمون، سيتادير عادية، ولكن كاين سكون ابل ان سوبليمون، الى بغى شي اضافه ولا شي حاجه كنوجدوها ليه في اقرب وقت. بالنسبه للمقابلات الاعداديه، وجدنا ليه الخصوم كاملين بما فيهم زامبيا وناميبيا. من بعد مباشره بعد المقابلات وجدنا ليه الرابور ديال الفريق الوطني، ما يسمى بلو ديبريفينغ. درنا ليه رابور ديال دو ستاتيستيك، اون سانتيز على المقابله ديال زامبيا وديال ناميبيا، اضافه الى فيديو تلخص جميع اطوار المقابله، الحوايج اللي كانوا مزيانين، الحوايج اللي كانوا خايبين، اضافه الى فيديوهات خاصه بكل لاعب. يعني ملي كتلعب 18 ولا 20 لاعب، لانه كيدور الفرقه ديالو، كل لاعب كتكون عنده فيديو ديالو كيشوف منها لو روندمون دو شاك جوور. هل يعني في هاد لي سيكونس فيديو اللي تخدموا عليهم، شحال تيتطلب ديال الوقت بطبيعه الحال على مباراه، انك تخرج منها دي سيكونس فيديو، تخرج منها نقاط وقوه وضعف المنتخب الوطني المغربي ولا الخصوم ديال المنتخب الوطني؟ كاين هو كاين ثلاثه المراحل. كاين مرحله ديال لي ستاتيستيك كناخذو مباشره بعد، يعني اوسي في لي فينال كيكونوا عندنا لي ستاتيستيك ديال المقابله، هذا كمرحله اولى، لانه كاين ثلاثه ديال لي بول. كاين بول في الدار البيضاء، كاين اون ريجي في الدار البيضاء اللي كتخدم على المقابله مباشره، كاين اون ريجي في مارسي ديال البارتنير ديالي اللي هو الان دوكوس، اي بي كاين انا سور بلاس. كاين ثلاثه ديال لي بول اللي كيخدموا مباشره، اللي كيعطينا كمرحله اولى ومباشره بعد المقابله، ولا ريجي ديال كازا اللي كتلوح لنا لي ستاتيستيك. حنا كنسقوا فيما بعضياتنا باش نخرجوا لاناليز فيديو ديال المقابله، اي بي لي سيكونس انديفيديوال على حساب المتطلبات ديال الناخب الوطني. بطبيعه الحال، كسؤال اخير ما ناخذوش من الوقت ديالك بزاف، تنعرفوا عندك الخدمه مازال تابعك. شفتي المنتخب ديال انغولا، شفتي المنتخب ديال جنوب افريقيا، شفتي المنتخب ديال الراس الاخضر، في نظرك شنو المنتخبات اللي فافوري في هذا لو جروب؟ ما نهضروش على المنتخب الوطني المغربي، غنخليو داكشي سوكري حتى لو بروميير ماتش. شكون المنتخبات اللي فافوري اللي تتشوفهم انهم منتخبات متكامله في هذه المجموعه الاولى؟ انا من عادتي ما كنديرش دي برونوستيك، ولكن اللي يمكن نقول هو نقدر نعطيك ان كونستا ديال الفرق بثلاثه. سبق لي وصرحت بانه المنتخب ديال انغولا والمنتخب ديال كافير منتخبات اللي كتلعب كره مزيانه. المنتخب ديال انغولا غادي في خط تصاعدي ديال الانتصارات في هذه المقابلات الوديه، ولكن عنده نقاط ديال الضعف ديالو. نقاط القوه ديالو كتكمن في ثلاثه العناصر اللي كيشكلوا الهجوم، اللي هما جالما وماتيوس ومانوشو اللي معروف. عندهم خط دفاع اللي الانسان يقدر يدوز فيه الا كان مزيان، لانه واخا كنقولوا حنا فريق ضعيف، الا ما كنتيش مزيان راه ما غاديش تربحها، تتولي حتى ضعيف، ولكن الا كنا مزيانين نقدروا ندوزوا في المنتخب ديال انغولا. منتخب ديال كافير ماشي منتخب سهل، ولكن منتخب اللي بامكاننا الا كنا مزيانين، دائما كاينه الافتراضيه ديال الا كنا مزيانين انتصروا عليه، لانه حتى هو عنده خط دفاع اللي
كي ني با ايكيليبري عنده سور لي كوتي عنده لعابه شويه اللي بالامكان المهاجمين ديالنا يدوزوا بسهوله. عنده ميليو تيران كي ني با مال, ولكن لاطاك يلا فيها لعاب واحد علما انه فورتيست بليسا اللي هو تيلعب فرنسا في فرنسا ولي لاعب متميز, هذا من حسن الحظ ديال الفريق الوطني. انا الفريق اللي كنقول بانه الخطوط ديالو متكامله هو فريق ديال جنوب افريقيا, ولكن جنوب افريقيا ما كيسجلش. هذه حتى هي من المعطيات ديال الكونستا اللي درت دابا انا بالنسبه لهاد ثلاثه الفرق. ولكن هذا كله ما كيعنيش بانه على المستوى ديالهم ما غيتطورش, لانه حنا غادي نركزوا بدرجه اولى خاصه سور الكاب فير وافريك دو سود على المقابلات الرسميه, لانه لافريك دو سود مازال عندنا امامنا جوج مقابلات رسميه اللي غنشوفوا في الفريق ديال لافريك دو سود في ان كونتكست ريال. كذلك بالنسبه للكاب فير, الكاب فير غادي تلعب مع لافريك دو سود, سي ان غرو كاليب, غنشوفوا لا رياكسيون ديال الكاب فير من هنا غيبان لينا. ولكن اللي كنتمنى انه الفريق الوطني يدوز المقابله ديالو الاولى بخير وعلى خير, يعني ينتصر, وبالتالي غادي تسهل المأمورية. انا كنقولها هنا من هذا المنبر ديالكم, الا انتصرنا في المقابله الاولى غتكون مفتاح الدوره, والفريق الوطني غادي يدخل في يعني في لا كومبيتيسيون بكل طمأنينة, لانه كاينه اون غران بريسيون على الفرق كلهم في المقابلات الاولى. كنتمنى الفريق الوطني يكون في مستوى, لانه حنا كاع نديروا تحاليل وكل شيء, وني الا كنا حنا ما مزيانينش راه ما نديروا والو. اللي كنتمنى لانه كنتمنى عفوا كنتمنى العناصر اللي حيت لانه عناصر ما خايباش, عناصر كلها كتلعب في انديه كبيره تظهر بالمستوى ديالها, تلعب للفريق الوطني, تلعب بكل روح بكل قتاليه, تفزق المايو, وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.